مرحبا أعزائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم بدنا نعمل سوا محشي كوسة مع ورق العنب قاطع. هون في 7 كوسيات حجم وسط، علب هون مرتبين ورق عنب، هون علبة كبيرة فطر غسلناها وحضرناها تنقطعها صغير، هاي بديل اللحمة. هون 4 حبات بندورة، وواحد فليفلة حارة، 10 حصوص ثوم، 2 حبات بطاطا، هون 2 كبايتين رز بسمتي، هون 1/4 كوب زيت نباتي تنخلط الرز مع الخلطة. هون بنحتاج كمان 2 معلقة طعام ملح، 2 معلقة طعام فلفل أسود، 2 معلقة طعام بهارات مشكلة، و1/2 معلقة طعام بابريكا، و1 ماجي خضرة هون يعني تزكي شوي الأكلة. فهلأ كل هيدول المكونات بدنا نحضرهم سوا تنعمل المحشي الكوسة مع ورق العنب القاطع. هلأ خلطنا الصوص منيح، البندورة مع الفليفل الحارة مع ال10 حصوص ثوم. هلأ بدنا نحط 1 مكعب ماجي ونخلطهم معه، لأنه ما في لحمة بدنا ننكه الحشوة، فبنحط هذا يعني ماجي خضار مش دجاج ولا لحمة، فيجيتيريان. وبنخلي 1 مكعب تاني لما نحطهم بالطنجرة، بنحط مع المي مع الصوص 1 مكعب تاني. هلا بنرجع بنخلطها لتكون كلها يعني الخلطة كاملة مع بعضها متماسكة. هلا في ناس بحطوا كزبرة وبحطوا بقدونس، هذا حسب الذوق يعني او الرغبة. هون عائلتي ما بيحبوا البقدونس بالمحشي، فخليليها بهالطريقة هيدي. هلا منضيف كل المكونات. هلا بنخليها لمدة نص ساعة الصوص مع الرز تتشرب، الرز يتشرب المرقة منيح ويعطيها نكهة. ونحن هلا بدورنا كمان حنحط البهارات، الملح مع ال7 بهارات والفلفل والبابريكا، بنحطهم. سوري. ريحتها كتير طيبة بس شردق لي شوية البهارات. يعني حسب الرغبة، هون في ناس بيقدروا يضيفوا نعناع، بقدونس، كزبرة، حسب الرغبة. هلا بيجي بدي احضر الكوسة وحضر الفطر، قطعه صغير صغير تضيفه على الخلطة. هلا بدنا نبلش بالفطر. هلا أنا بقشره للفطر، في ناس ما بيقشروه، أنا بحب أقشره أحلى. هلا بدي اعمله قد ما فيي يعني ظغره، بس ما حابه اطحنه بالخلاط تما يدوق يعني يصير مي، بدي اخليه شقف، بس بنعمل شقف صغيرة بهالطريقة هيدي.
يعني نقدر نصغر قد ما فينا بهالشكل هيدا. بهالشكل هيدا يعني الحجم يكون مش لا كتير كبير ولا صغير صغير، يعني شيو منه يعني قد حبة الحمص نخليه. هلا بقطعهم كلهم وبرجع لكم، وكمان بدي بالطريقة هلا نحضر الكوسة كمان، نبرشها شوي للكوساية. أنا بقصها من كعبة وبفتحها شوي، بعمل لها هيك مثل رقم 7، بيقولوا بيستوي الرز بسرعة كمان. هي هلا هيدي وحده خلصت، بس حورجيتكم انه اول ما بكمل البقيه وبرجع لكم. هلا بدنا نضيف الربع كوب زيت النباتي على الحشوه بعد ما خلصنا تقطيع الفطر، ومنحركها. ريحتها كتير طيبه الحشوه، هلا بس تنطبخ بتصير كمان اطيب. هلا فيها الماجي الخضار مع الفطر والبهارات، وحبتين واربع حبات البندورة اللي خلطتهم مع الحر، كتير عاطين نكهة طيبة مع التوم، 10 حصوص توم. هلا حضرت هايدي نبلش نحشي. هلا انا جبت حبتين البطاطا اللي قلت عنهم، وبعدين في كمان جبت غير ال4 حبات اللي حطيتهم مع الرز، هلا جايبه حبتين تانيين تحطهم بأرض الطنجرة، بقصهم هيك سلايس. بقصهم سلايس لحطهم بكعب الطنجرة بهالشكل. بحاول خليهم شوي عراض. بهالطريقة. بعدين كمان بنعمل البطاطا بنفس الطريقة. هلا بنحطهم بأرض الطنجرة. استعملت طنجرة كبيرة اليوم لأنه كمية المحشي بدها تكون أكتر ما من الطنجرة الصغيرة، ما يمكن ما تكفي، فعشان هيك عملتها بالكبيرة. هلا صفيتهم بهالشكل بأرض الطنجرة، وهلا بدنا نحط البندورة.
بهالشكل هيدا. وهلا بنبلش نصف ورق العنب او والكوسة. حبلش بورق العنب والكوسة هلا نحشيهم. هلا بنبلش نحشي الكوسة، بنحطه أول شي وبعدين بنحط ورق العنب فوقه. هذا لأنه قاطع ما حياخد وقت كتير بالفرن على النار يعني. مثل العادة بنحاول نخلي فراغ ما نعبيه على للآخر تيستوي الرز ياخد مكانه، يكون في له مكان يعني. هلا عم تركنا شوية. هلا بكمل الكمية وبرجع لكم. هلا الكوسة خلص حشيته، حطيته بكعب الطنجرة بعد ما حطيت السلايس البندورة والبطاطا. هلا بدنا نبلش بعملية ورق حشي ورق العنب. فبدنا نبلش، بنخلي الجهة اللي بتلمع لتحت ونحط حشوتنا. انا بعملها صغيرة ولا كبيرة، وسط، حجم وسط. هلا بنحطها، بنعمل غيرها.
هلا بكمل الكمية وبرجع لكم. ايه هلا بدي غليت بمقلى شوية مي وحطيت مي على ورق العنب، وهلا الماجي هذا المكعب اللي قلت لكم عنه بدي هلا احطه بالمي تيدوب شوي، وادلقه بطنجرة الورق العنب مع الكوسة. بس اتأكد داب المكعب الخضرة بحطه فوقه. هلا الورق العنب انصف بهالطريقة. هلا بدي احط الصحن هيدا فوقهم تما يفلتوا، برجع هلا بحط الصوص الماجي فوقها، وبتركها هلا على النار تغلي لمدة نص ساعة تغلي، وبعدين بخفف النار عليها بدها شي ساعة ونص لتستوي. فهلا بدي انطر نص ساعة وبخفف عليها بعد نص ساعة. ايه وهلا بعد ما طلعنا المحشي استوى، محشي الكوسة مع ورق العنب القاطع، حطيته بصحن التقدمة. صراحة كتير ريحتها طيبة، وضقت حبة من الورق العنب، الحشوة كتير كتير مميزة وطيبة. بتمنى انه تجربوها وتعجبكم، وما تنسوني باللايك والشير والسبسكرايب، والله معكم من نجوحة كيتشن.